اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. زي ما قلت لحضراتكم عندي فقره مهمه جدا في هذا الجزء من الحلقه اللي هيكون معايا رئيس نادي يانج افريكانز مستر هيرسي علي سعيد، رئيس نادي يانج افريكانز واول رئيس لرابطه الانديه الافريقيه وعضو اللجنه التنفيذيه للاتحاد الافريقي لكره القدم. خليني ارحب بيه على الهواء مباشره. اهلا بيك يا مستر هيرسي. شكرا جزيلا لكم. شكرا. اولا خليني ابدا معاك ومباراه مهمه جدا يوم الجمعه القادم بين النادي الاهلي ونادي يانج افريكانز. قبل ما نتكلم عن المباراه، كيف ترى النادي الاهلي كمنظومه رياضيه الانجح في القاره الافريقيه؟ اولا شكرا على استضافتي في هذا البرنامج التاريخي للنادي الأهلي. أنا سعيد جدا لتواجدي معكم الليلة. أود أن أقول أني معجب جدا بالنادي الأهلي كنادي رياضي. هو الأكبر في القارة الإفريقية، هو نادي القرن بالطبع، ونادي يانج أفريكانز ومتابعي سعداء لأننا هنا في النادي الأهلي ونواجه النادي الأهلي. هل هناك علاقات قوية من جانبكم كرئيس للنادي تجمعك مع إدارة النادي الأهلي في الفترة الأخيرة؟ نعم بالطبع، لدينا علاقة قوية جدا بأحد نواب رئيس النادي الأهلي من قبل. هو تم انتخابه كعضو في الاتحاد الافريقي من قبل، وقد تقابلنا في عام 2023. هو الان عضو في لجنه التنفيذيه في الاتحاد الافريقي in Cairo. وهو الان متواجد هنا في القاهره ممثلا للاتحاد الافريقي. طيب ذكرياتك بقى عن الكره المصريه واهم المواجهات اللي الحقيقه اللي لا تختلف او لا تنساها من ذاكرتك. في الواقع لأكون صادقا، انا مشجع كبير لمحمد صلاح، انا اللاعب المصري الذي يلعب ليفربول. انا مشجع كبير لنادي ليفربول كذلك. لم اكن سعيدا حينما اصيب في عام 2018 في نهائي دوري ابطال اوروبا امام ريال مدريد، ومصر بالطبع افتقدته في كاس العالم. كانت لحظات صعبه، انا شعرت بالسوء لمصر وبالنسبه لمحمد صلاح ايضا، لانه خسر الفرصه ان يلعب مع منتخبي في كاس العالم 2018. طيب هنتكلم عن محمد وهنتكلم عن خلال الفتره القادمه عن محمد وماذا سيفعل وماذا فعل خلال الفتره السابقه، ولكن خلينا نتكلم شويه عن النادي الاهلي. اولا رايك في النادي الاهلي بقياده مارسيل كولر، وايه اللي لفت انتباهك في النادي الاهلي في اولى المباريات من الناحيه الفنيه؟ يعني انا عارف ان انت راجل بتاع كوره. لأكون صادقا، الأهلي هو الأفضل في إفريقيا، هو النادي الأفضل في إفريقيا، هو ينال كل الإعجاب، وأنا معجب جدا بنجوم النادي الأهلي. أعتقد أن أفضل ما يميز الأهلي هو طريقة لعب الأهلي، كيف يدافع وكيف يهاجم وكيف يستغل المباريات التي يلعبها على أرضه. يؤدي بشكل أفضل ويؤدي أفضل النتائج. الأهلي يعرف كيف يؤدي ويلعب هذه البطولات. الأهلي لديه اندماج جيد بين لاعبيه، ولكن أستطيع أن أقول لك الأهلي يصبح مختلفا حينما يتأهل للأدوار الإقصائية. الأهلي يكون في مختلف تماما في قبل النهائي، حينما يصل لقبل النهائي والنهائي نرى أهلي مختلف تماما. الأهلي لديه الآن أفضل مدير فني وأفضل لاعبين. الأهلي لديه نسخة رائعة من اللاعبين، تؤدي أفضل المستويات الآن مع النادي الأهلي. المباراة يوم الجمعة إن شاء الله أمام يانج أفريكانز، مباراة مهمة جدا الحقيقة في دوري أبطال إفريقيا. الكل يعلم تماما أن النادي الأهلي تأهل، أن نادي يانج أفريكانز تأهل. كيف ترى هذه المباراة
انا لسه كنت بتكلم معاه وبقول له ان الماتش ده هيبقى ماتش حلو جدا، لان انا فريق يانج افريكانز انا واحد من الناس اللي مقتنع فنيا بهذا الفريق، وبالتالي انا بشوف ان الماتش اللي جاي هيبقى ماتش حلو في الملعب، هتلاقي ماتش حلو جدا. نعم، مباراة الجمعة ستكون مباراة جيدة لأن كلا الفريقين قد تأهلا بالفعل لربع النهائي، وهذا يجعلنا أن نأتي للقاهرة لنري ما نريد، نري حماستنا ونري ما نستطيع أن نفعله في مباريات خارج ال الديار في استاد القاهرة. أنا رأيت الأهلي مختلف تماما حينما لعبوا أمامنا في دار السلام. أنا أحببت طريقة لعب الأهلي سابقا، يلعبون بطريقة بسيطة، ولكن حينما لعبوا أمامنا لعبوا بشكل قوي، ونحن أيضا سنريهم ذلك أننا نستطيع أن نؤدي بشكل قوي، ولكنها آخر مباراة وكلا الفريقين قد تأهلا، فنحن نبحث عن المرتبة الأولى والأهلي يبحث عن المرتبة الأولى، فبالتالي نحن نريد ان نتساوى مع الاهلي، ولكن ستكون مباراه بلا ضغط وبلا ضغط التاهل، ولا يوجد ضغط على اللاعبين ولا الجهاز الفني، فبالتالي ستكون مباراه كره قدم والجميع سيستمتع بهذه المباراه. هل كنت تتوقع الحقيقه ان يصل يانج افريكانز من هذه المجموعه وسط اربع او ثلاث فرق؟ الحقيقه ثلاث فرق اعرق من بعض، سواء الاهلي سواء شبيبه البلوزداد او يانج افريكانز او بقيه الفرق. انيشالي مبدئيا تعرف ان لديك اربعه مباريات. قبل دور المجموعات لعبنا امام فريق من جيبوتي وفريق من السودان، المريخ السوداني، كانت مباراه قويه وقد استطعنا ان ننجح في التاهل وان نفوز بالمباراتي خارج الديار وداخل الديار امام المريخ، فبالتالي حينما واجهنا فريق الاهلي وشباب بلوزداد بطل الجزائر وميدياما بطل غانا، ولكني ايضا بطل تنزانيا، العلاقه هي اننا كانت هذا هو اصعب ما في المجموعه، ان الجميع يريد ان يصعد من هذه المجموعه في دوري الابطال، ولكن اذا اردت ان تتحدى الفائز دوري ابطال افريقيا وتتحدى ايضا شباب بلوزداد، ولكننا كنا مستعدين لهذه اللحظة، كنا مستعدين لمرحلة المجموعات، كنا مستعدين للقتال على الفوز. لا أحد يعرف ما كان يحدث في، ولكننا كنا على ثقة بعدما تأهلنا لنهائي الكونفدرالية، قلنا لأنفسنا أن التأهل لنهائي الكونفدرالية لا يمكن سيكون مؤهل لنا في التأهل من دور المجموعات، نحن كنا على ثقة في أنفسنا وقد أريناهم من نحن وقد استطعنا أن نتأهل مع الأهلي في مرحلة المجموعات. يانج أفريكانز قدم الحقيقة مباراة قوية جدا أمام النادي الأهلي وتعادل بهدف لكل فريق، هل تتوقع أن تكون المواجهة بنفس هذه القوة كما كانت في تنزانيا؟ It was a strong game. نعم كانت مباراة قوية بالفعل. نعم لا أكون صادقا معك. اليانج أفريكانز قد أدى مباراة قوية أمام الأهلي في دار السلام. وكانت نسخة مختلفة من الأهلي. وكنا مندهشين. لكننا اندهشنا لأن الأهلي توقعنا أن يأتي للتعادل ولكن الأهلي أتى للفوز. ولكن لا نريد أن نخسر أي نقاط، سنقاتل لنحظى بمباراة جيدة. المدرب الأرجنتيني للنادي يانج أفريكانز، هل بينظروا ولاعبين طبعا لنادي يانج أفريكانز، هل بينظروا لهذه المباراة كتحصيل حاصل ولا شايفين أنها مباراة مهمة؟ أنت تعلم أن اللاعب الإفريقي خلاص تأهل ووصل للدور اللي بعد كده، هل هناك تفكير في شيء آخر؟ نعم. كوتش جاموندي is one of the المدير الفني جاموندي لديه طريقة قوية جدا في قيادة الفريق. هو لديه خبرات أفريقية كبيرة. قبل أن ينضم إلينا كان
club in ASEC Mimosas in كان يدرب ASEC Mimosa في كوت ديفوار منذ 22 سنة. ذهب إلى سان داونز وذهب إلى منطقة مختلفة تماما في شمال إفريقيا، شباب بلوزداد وأندية مغربية. لديها الكثير من الخبرات، وحينما استخدمناه إلى تنزانيا كنا نعرف خصوصا قدراته، Champions League and Cup. كنا نعرف ما يستطيع ما يفعله خبراته في دوري الأبطال والكونفدرالية. هو يعرف ولديه فريق قوي، هو لديه فهم جيد للفريق. سأعطيك سرا عن الفريق. جاموندي was spending a lot of his time in Morocco. يقضي الكثير من الوقت في المغرب والجزائر. And as well as Tunisia. وأيضا في تونس. هو يعرف ماذا يدور حينما يأتي الأمر بخصوص دوري الأبطال. Best clubs that are performing well are coming from the north part of Africa. يعرف أن أفضل الأندية تأتي من شمال أفريقيا. لأننا ونحن أردنا مدير فني لديه هذه المعرفة، يعرف الكثير عن دور الأبطال والكونفدرالية، ونحن سعداء بطريقته وإدارته الفنية. نحن نتطلع أيضا لمباراة جيدة يوم الجمعة، لأنه لديه أفضل فهم لشمال إفريقيا وكيف تدور الأمور في شمال إفريقيا وفي دور أبطال إفريقيا. يانج أفريكانز من الفرق اللي عندها جماهير كبيرة جدا في تنزانيا. هل في أي من الجماهير جت برفقة الفرقة من تنزانيا ولا لا؟ To be honest, لأكون صادقا، the best part of Tanzania that promotes football is the president of the country. أفضل من يشجع كرة القدم في تنزانيا هو رئيس البلاد. She is everything behind the success of the football in the country. الشخص الذي خلف كل نجاحات الكرة التنزانية. هي قد استطاعت أن تخلق تفهم جيد لكرة القدم، وهذا ما حفز المنتخب الوطني في البطولات الماضية. هي من تكون دائما خلفنا وتدعمنا، نحن فخورون بها حينما يأتي الحديث عن تطور كرة القدم، ومن خلالها استطعنا أن نتأهل لأمم إفريقيا منذ عدة أشهر، وأيضا استطعنا أن نفوز بتنظيم البطولة بعد ذلك في 2027. فبالتالي نحن فخورون بأن لدينا رئيسة تتفهم متطلباتنا وأكبر داعمة لكرة القدم في بلدنا، وأيضا بالنسبة لنادينا. حينما يأتي الحديث عن البطولات الأفريقية، لا تستطيع أن تجد أي رئيس لديها هذا الدعم للأندية في بلدها. هي المشجع الأكبر ومن وراء هذه النجاحات في تنزانيا. تمام، هنكمل كلامنا في هذه الأمور، ولكن خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل نرجع نكمل كلامنا مع رئيس نادي يانج أفريكان. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. الحقيقه يعني عايزين نسال حضرتك عن طموحات يانج افريكانز خلال الفتره القادمه او في هذه البطوله في دوري ابطال افريقيا، خصوصا ان يانج افريكانز وصل لنهائي البطوله الكونفدراليه في العام الماضي. نعم، كافارقه ومشجعي يانج افريكانز تحديدا، نتطلع لإنهاء مرحلة المجموعات بمباراة طيبة. لا يهم إذا كان المركز الأول المركز الثاني، هذا يعتمد على النتيجة، ولكننا نطمح أن نصل لقبل النهائي. بالطبع نريد أن نعبر الربع النهائي، وبعد ذلك نريد أن نصل لنصف النهائي. نريد أن نكون أحد الأفضل في مرحلة قبل النهائي، ولما لا نذهب إلى النهائي؟ هذا سيكون هذه ستكون إضافة كبيرة لحدودنا وطموحاتنا. ولكن يعني يانج أفريكانز من الفرقة الممتعة والجميلة وكل شيء، ولكن يعني حتى الآن ما شفناهمش بقالنا فترة على منصات التتويج. نعم، سؤال جيد جدا. لما لا نفوز، لما لا نرى على منصة التتويجات؟ نحن قد أنفقنا الكثير من الأموال في السنوات الماضية. أكبر نادي في تنزانيا لم نصل
قد أنشئ منذ عام 1935 ولكن هو لذلك هو أقدم ناد في تنزانيا ولدينا الكثير من البطولات في تنزانيا كالأهلي في مصر ولكن ليس كالأهلي في إفريقيا ولكن كان لدينا العديد من الخطوات في الفترة الماضية لدينا راع وقد واجهنا الكثير من المشاكل المادية وموقفنا كان صعبا لنشارك حتى بشكل كبير في المنصات في المحافل الدولية ولكن منذ عام 2019 اكتشفنا أننا يجب أن نعيد نادينا إلى أفضل حالاته التغيير النظام وإدارة النادي كان مهما استطعنا أن نحضر فريقا للعمل من الدوري الإسباني ويدير النادي بشكل حديث قد استطعنا أن نخلق بنية جيدة للكرة التنزانية وهذه بنية جديدة جدا خلال السنوات الثلاث الماضية ولكن واستهدفنا الشكل الدولي وليس فقط على المستوى المحلي لا نريد فقط أن نكون الأبطال دورينا ولكننا نريد الفوز بكل البطولات وقد تأهلنا أيضا إلى النهائي وفزنا بكل البطولات المحلية ومن الآن وحتى المستقبل لدينا فريق قوي ونريد أن نتأهل لنهائي البطولة. طيب الفريق اللي بترشحه للوصول لنهائي البطولة في هذه الدورة بقى دوري أبطال إفريقيا؟ سأقول الأهلي نمبر 2 ماميلودي سان داونز ورقم 2 ماميلودي سان داونز. بيعجبك فريق سان داونز؟ I've seen them doing very well. يؤدون بشكل جيد. هم قد هو فريق قوي جدا ويؤدون بشكل جيد في دوري الأبطال. هذان الفريقان اللذين أرشحهما أن يصل لنهائي البطولة هذا الموسم. الوداد المغربي شايفه إزاي؟ وداد نو I don't see them. They're struggling. To be honest. نعم يعانون لأكون صادقا معك. هي هم هذه الفترة قد تكون الفترة الأقل للوداد البيضاوي المغربي ولكن بما أننا بنتكلم على جنوب أفريقيا بما أن رئيس الاتحاد الأفريقي هو موتسيبي كان وعد عندما كان يتولى أو قبل توليه رئاسة الاتحاد الأفريقي أن يكون الفار متواجد في كل المباريات. بصفتك رئيس رابطة الأندية الإفريقية عايزك تقول لي أهمية الفار في دور المجموعات الحقيقة لأن احنا حتى هذه اللحظة دور المجموعات لا يوجد به فار ودي حاجة صعبة جدا. تخيل حضرتك لو مباراة الأهلي ويانج أفريكانز هي مباراة حاسمة لأحد الفريقين وبدون فار هل ده طبيعي في هذه القارة الكبيرة الإفريقية المحترمة؟ أعتقد أن حينما بدأنا مناقشات حول الفار قلنا أننا نريد أن نتحدث أكثر عن الفار. الفار مهم لكل الفرق وليس فقط للأهلي أمام الماميلودي أو يانج أفريكانز ولكن أمام كل الفرق. هذا يضمن عدالة في كرة القدم في القارة ولكن بالنسبة لدور الأبطال نظرنا إلى البلاد وكيف سيكون الفار متاحا في كل البلاد. الكاف قد أهل البطولة الحالية لتكون مؤهلة لاستخدام الفار. أعتقد أنها سيكون في البطولة القادمة. أعرف أن الخطة وأعرف أن الكاف لديه القدرة أن يطبق نظام الفار من مرحلة المجموعات وإذا لم يكن في مرحلة المجموعات سيكون في الأدوار التالية. أنا واثق في أن الكاف سيعرفون ماذا يفعلون وبالنسبة لاتحاد أندية أفريقيا نريد أن نرى الأندية الأفريقية في أفضل مستوياتها ونريد أن نرى تطبيق الفار في مرحلة المجموعات وأيضا في ربع النهائي وقبل النهائي وفي النهائي. أعتقد أن الكاف صادق في هذه النية. أن نصحنا الكاف كاتحاد أندية بأن يطبق الفار في كل البطولات وفي كل المراحل. هل ده من الممكن أن يحدث قريبا؟
I don't think so. لا أعتقد ذلك. ربما being positive لنكون إيجابيين لنرى الفار في المرحلة القادمة في مرحلة المجموعات وليس قبل ذلك. وليس قبل مرحلة المجموعات، ولكن حتى في مرحلة المجموعات هل من الممكن أن نرى ده قريب؟ Yeah, even the next نعم edition. نعم ستكون في مرحلة المجموعات. الآن طبقناها في مرحلة ربع النهائي، فبالتالي أنا متأكد إذا رجعنا إلى نقاشاتنا سنراه في مرحلة المجموعات. سيكون خلال عامين على ما أعتقد. إيه اللي بيعيق الاستخدام الفار؟ أعتقد أنه هو شيء من يعني مش من السهل، ولكن حاجة مهمة أن هي تبقى موجودة. I totally understand. أنا أتفهم تماما. الفار مهم جدا، ولكن ولكن لنرى آلية تطبيق الفار في كل الاستادات يستطيع أن يلف في كل الاستادات حول القارة. فبالتالي لست متأكدا إذا كان الاتحاد الأفريقي قادر على إدارة الفار في كل البلاد ومع كل هذه الإمكانيات. وأيضا نريد مساعدة المسؤولين So it's equipment. ليساعدونا في تطبيق تقنيات الفار. And I'm not so sure. وليس هذا وهذا متوقف على العمل البشري كذلك. ولا أعتقد أن هذا قادر أن الكاف قادر على تطبيقه في كل المباريات. فبالتالي ليس في هذا الموسم، ربما مرحلة المجموعات في الموسم المقبل سنرى الفار. أنا أريد أن نراه في الأدوار التمهيدية، ولكن لنطبقه بالشكل الأفضل لنعالج هذه المشاكل أولا. طيب أرجع تاني للكرة التنزانية. أسباب تطور الكرة التنزانية في الفترة الأخيرة على مستوى الأندية وعلى مستوى المنتخبات يعني. If you ask me the success behind football in Tanzania. سر نجاح الكرة التنزانية هي رئيسة دولة تنزانيا. Qualification of التأهل التأهل المنتخب لبطولة إفريقيا في كوت ديفوار كان بسبب رئيسة الجمهورية. هي الآن plus Uganda and Kenya. تنزانيا وأوغندا وكينيا. قد أطلقوا اتحادا خلال عام 2027 سينظم بطولة إفريقيا. ومدام سامية حسن هي السبب الرئيس، هي من خلف الفريق وخلف جميع الفرق التنزانية. هي دعمتنا حتى وصلنا إلى نهائي الكونفدرالية. هي دعمت اللاعبين بشكل فردي، إذا أحرز أي لاعب هدفا سيكون له مكافأة. فبالتالي حينما وصلنا للنهائي في الجزائر قد كافأتنا. قالت أن فريق التنزاني سيذهب إلى الجزائر تحت رعايتي، وأطلقت طائرة خاصة بها لنذهب إلى الجزائر، وقد انتظرونا حتى عدنا للبلاد. فبالتالي إذا سألتني من وراء هذا التطور والنجاح في تنزانيا، هي مدام سامية حسن رئيسة البلاد. مرة تانية، هل هناك صعوبات مالية بتواجه رئيس النادي يانج أفريكانز في الصرف على الفريق، في السفر في أفريقيا؟ كيف يتم مواجهة هذه الصعوبات؟ Yeah, if you're talking about financial issues. بالنسبة للأمور المادية هي المشكلة الأكبر في كل أندية العالم. لدينا الآن داعمين ماديين. هو أول داعم هو الراعي الخاص بنا، يدعمنا ماديا بشكل جيد ويغطي جميع تكاليفنا. وهو وأيضا وطريقة إضافتنا وأيضا أعضاء النادي هم من يدفعون المصاريف الخاصة بالنادي لتغطية العضوية، يدفعون الرواتب الخاصة باللاعبين والجهاز الفني. أنا أريد أن أبارك لجماهيرنا وأعضاء نادينا الذين يدفعون أموال العضوية ليدعموا النادي، وقد استطاعوا خلق فريق قوي جدا لتجنب المشاكل المادية ولتغطية جميع المصاريف. الرعاة والداعمين
الراعي الخاص بنا يستطيع أن يغطي جميع تكاليفنا في البلاد وكل البلاد الذين نذهب إليها التي نذهب إليها. And as a media, it's one of the strong. وأيضا يدعموننا على مستوى الإعلام وأريد أن أشكر الميديا الوطنية في تنزانيا. أشكر الرعاة وأشكر الجماهير الداعمين لنا وأعضاء النادي. طيب أبرز بقى الصعوبات اللي واجهتك كرئيس نادي في سبيل تطوير فريق الكرة. فريق الكرة بيبقى له خطط معينة وأسلوب معين في التطوير. إيه أهم أبرز أو أهم الأمور اللي واجهتك كرئيس للنادي وإزاي تغلبت عليها؟ أصعب مشكلة هي حينما أصبحت رئيس النادي. الجميع اعتبرني أصغر رئيس للنادي لأقدم نادي في تنزانيا. كان صعب على الجميع أن يرى هذا الشاب الصغير يدير النادي. أقدم نادي في تنزانيا وأصغر شاب أو أصغر رئيس نادي. كيف تتغلب على تفكير هؤلاء الجماهير وكيف تتغلب على هذا التحدي كرئيس نادي؟ في الماضي فزنا بست بطولات مع رئيسين، بطولتي دوري وبطولتي كأس وبطولتي الدرع الخيرية، وقد تأهلنا لنهائي البطولة الكونفدرالية. وبعد 25 عاما أخذنا هذا النادي إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا. لأكون صادقا، التحديات كانت هي أن ننال ثقة الناس. كيف يقود هذا الشاب أقدم نادي في إفريقيا في تنزانيا؟ طيب هل هناك أساطير لنادي يانج أفريكانز لهم دور مؤثر في وصول النادي لعدد البطولات المحلية أو القارية اللي خدها؟ نعم، كما قلت أن يانج أفريكانز هو أقدم نادي في تنزانيا. لدينا العديد من اللاعبين الذين شاركوا في مع نادينا منذ إنشائه، وأستغل هذه الفرصة لأقدر مجهوداتهم والعمل الرائع الذين قاموا به لنحتفل بالنادي. الآن فاز ب 29 دوري وقد فزنا بعدد كبير من الكؤوس، فبالتالي أستغل هذه الفرصة لأبارك لكل اللاعبين في الماضي الذين خاضوا الكثير مع النادي ليتأكدوا أن النادي بأفضل حال. وأستغل أيضا هذه الفرصة لأقدر دور القادة الذين سبقوني في إدارة النادي، قد أدوا بشكل رائع. أقدر دورهم، قد أدوا بشكل رائع وقد ساعدوني في هذه المرحلة لأكون رئيسا ليانج أفريكانز وأنجح به. والسيد غالب سيد محمد هو أكبر داعم للنادي في خلال هذه المرحلة. أنا سعيد الآن، سعيد بسبب رعاتنا، بسبب أعضائنا، وكل هذه النجاحات تحت قيادتي لنادي يانج أفريكانز. طيب هنكمل كلامنا ولكن نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنرجع نسأل أسئلة عن رابطة الأندية الإفريقية. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. يانج افريكانز من الفرق اللي عندها طموح السنه دي وماشيين على قمه الدوري في تنزانيا. هل تتوقع الفوز بكل البطولات السنه دي المحليه؟ نعم، نحن في مركز جيد جدا، نحن على قمه الدوري.
7 points ahead of number 2. نحن نسبق المركز الثاني بسبع نقاط. Ahead I think 9 points if we play our game or one game in hand against our number 3. ولدينا مباراة مؤجلة فبالتالي نحن في مركز جيد. Hopefully we will نأمل أن نفوز بالدوري هذا الموسم. ستكون ثالث مرة على التوالي. نحن أيضا في كأس بطولة كأس الاتحاد نحن في مركز جيد أو في مرحلة جيدة. فبالتالي على المستوى المحلي بالحديث عن الدوري والكأس الاتحاد ربما نفوز ولكن ربما لدينا كأس آخر جديد وهو في كأس إفريقي جديد. طيب رئاستك لرابطة الأندية الإفريقية وأنت في هذا السن ماذا تعني لك؟ Yeah, being a chairman of ACA. لأكون رئيس الرابطة هو مركز دكتور باتريس موتسيبي. هو كان بتأهيل من السيد باتريس موتسيبي. هو clubs coming together as one. أن نوحد الأندية الإفريقية. Find solutions. وأن نجد الحلول. That is number one under ACA. But number two. وهذا هو الهدف الأول. الهدف الثاني. كان لدينا فكرة. Coming into the executive committee of CAF. كيف تشارك الأندية في اللجنة التنفيذية للكاف وكيف تشارك في معرفة التكاليف وكل شيء خاص بالاتحاد الأفريقي. فبالتالي هذا the club issues are الدور الثاني لي في الرئاسة الرابطة provide a voice of clubs ايضا ان اطور واستطيع ان اطور الأندية والمشاركة خصوصا في اللجنة التنفيذية واحسن من دور الأندية في القارة. انا مستعد لهذه التحديات انا مستعد لفعل كل هذه الاشياء. دور الرابطة او بلاش دور الرابطة ولكن ابرز لوائح هذه الرابطة Come again? What league? I don't get it clear. Can you make it clear? Oh yeah. The role that we are playing is number one. الدور الذي نلعبه. Across the continent. نرى الأندية حول القارة. فالرابطة لديها ست مناطق لتغطيتها. المنطقة الشرقية والمنطقة في جنوب أفريقيا هي كوسافا. وفي غرب أفريقيا لدينا منطقتين وأيضا في وسط أفريقيا. And then the north part of Africa. والمنطقة السادسة هي شمال أفريقيا. فهذه المناطق الست لديها اثنين ممثلين الأهلي هو عضو لهذه اللجنة وثلاثة آخرون من العنصر النسائي. لدينا 15 ممثل كذلك أو عضو للرابطة يرون كل المشاكل التي تواجهها الأندية في هذه المناطق والمديرين الخاصين في هذه الرابطة ينظرون إلى المشاكل الخاصة بالأندية ويعملون على حلها تحت صوت واحد ونحن نتأكد أن الأندية حول القارة في أفضل حال. هذا هو أهم دور للرابطة. هل سيتم دمج البطولة الإفريقية اللي هي الكونفدرالية مثلا مع السوبر الإفريقي أو كيف سيتم التعامل مع عدد البطولات يعني دوري أبطال إفريقيا الكونفدرالية السوبر الإفريقي الآن أو الدوري الإفريقي كيف سيتم التعامل مع هذه البطولات؟ لأكون صادقا العديد من الدورات قادمة بالنسبة لي نحن هنا لكرة القدم نريد أن نلعب كرة القدم لا نستطيع أن نهرب من البطولات. Yeah, conducive environment for this tournament. نريد أن نخلق بيئة تنافسية للأندية تحت الرعاة الذين يستطيعون تحمل هذه التكاليف بالنسبة للأندية. بالنسبة لي المشاركة في هذه البطولات ليست المشكلة ولكن المشكلة كيف نجعل هذه البطولات ناجحة. هذا هو ما نريد أن نناقشه. صح ولكن في نفس الوقت هناك
يعني مسافات كبيرة جدا ما بين الدول الإفريقية مثلا غير الدول الأوروبية، وبالتالي من الممكن في أوروبا أن أنت تزود عدد البطولات، ولكن في أفريقيا الأمر صعب. You're very right. نعم أنت محق تماما. المشكلة هنا كما قلت ليست مشكلة الدورة بحد ذاتها أو البطولة بحد ذاتها، ولكن مشكلة الرعاة ومشكلة التوقيت. هذه هي الأمور التي نعمل على حلها ونحللها ونضع الخطط لحلها، ولكننا لن نهرب من هذه البطولات. سنكون قادرين على تنظيم منصة جيدة للسفر بالنسبة للأندية وبالنسبة لاستضافات الأندية، حتى بالنسبة لتكاليف السفر. الأندية ستستطيع أن تسافر وتتغلب على مصاعب المسافات. نحل كيف تصل إلى تنزانيا؟ نتحدث عن 5 ساعات. ربما تفعل ذلك من خلال أي مواصلة، ولكن المشاركة في البطولات لن تكون مشكلة، ولكن المشكلة أو الصعوبة الأكبر كيف تضع منصة جيدة لإدارة هذه البطولة تحت مظلة الرعاة وتخطيط الرعاة. هل يمكن إلغاء أي من هذه البطولات؟ بالنسبة لي لا أدير هذه البطولات، أريد أن أجعل الجماهير تشارك في هذا الأمر وهذه البطولات لتحدث، وأريد الكثير من البطولات لتشارك في الكثير من الأندية تشارك في كثير من البطولات. لن نستطيع أن نهرب من لعب كرة القدم، هذه هي الفكرة. شفت السوبر الإفريقي إزاي؟ البطولة الدوري السوبر الإفريقي وليس السوبر الإفريقي، هذه بمعناه It's a very good tournament. بطولة جيدة كما قلت. الأمر فقط حول كرة القدم. السوبر ليج هو بالنسبة لكرة القدم، كأس الكونفدرالية، دور الأبطال، الأمر كله حول كرة القدم. أنا سعيد لأن لدينا الكثير من البطولات، ولكن لنتأكد أن الخطط تسير بشكل جيد من الناحية المادية، من الناحية اللوجستية. أنا سعيد للمشاركة في هذه في إنشاء هذه البطولات. رأيك إيه في النسخة الأخيرة من البطولة الأمم الإفريقية وفوز كوت ديفوار بهذه البطولة؟ صادقاً كانت البطولة الأكثر نجاحاً التي رأيناها في القارة. أستغل الفرصة ليبارك للاتحاد الإفريقي وباتريك موتسيبي للعمل الرائع الذي أدوه، وأبارك لحكومة كوت ديفوار. كانوا منفتحين تماماً وكنا متحمسين لنرى أن خططهم تنجح. ساحل العاج قد أدى بشكل رائع على مستوى التنظيمي، والجميع في إفريقيا كانوا سعداء بكرة القدم التي لعبت في البطولة. الاتحاد الأفريقي استطاع النجاح في التنظيم بالنسبة للتوقيت وبالنسبة للجانب اللوجستي وبالنسبة للجانب التنظيمي. كانت أكبر وأنجح بطولة إفريقية شاهدتها. تنزانيا، أوغندا، كينيا، هذا الثلاثي سينظم كأس الأمم الأفريقية 27. استعدادات تنزانيا؟ الجميع متحمس في تنزانيا لتنظيم بطولة إفريقيا. الرئيس الجمهورية متحمسة جدا، لديها حرص على تنظيم هذه البطولة. لدينا زنزبار، دار السلام، أروشا، حكومتنا بقيادة مدام سانية حسن قادرين على الاستعداد لهذه البطولة قبل عام 2027 في زنزبار وفي أروشا. لدينا استعداد تحت الإنشاء، وأيضا قد مضينا عقدا مع شركة لإنشاء استاد كبير في دار السلام ليستقبل الافتتاح أو النهائي البطولة. لدينا أندية قادرة على استقبال ومد الاتحاد بالمنشآت الخاصة على الجانب اللوجستي. وأيضا تنزانيا لديها بيئة جيدة على المستوى السياحي، قادرون على استقبال الجماهير التي ستأتي للبطولة لتستمتع بدار السلام وتستمتع بأفضل المناطق في بلدنا
كما تعرف لدينا زنزبار، جزيرة زنزبار هي من الأجمل في القارة. لدينا نغورونغورو، وأيضا جبل كليمنجارو هو أكبر جبل في إفريقيا. لدينا مناطق رائعة لزيارتها، وأيضا لدينا الوقت لدى الجماهير الوقت لترى جمال الطبيعة في تنزانيا. إيه اللي محتاجاه الكرة الأفريقية لمنافسة الكرة الأوروبية؟ I can say أستطيع أن أقول هو الاستثمار المناسب. الدول الأفريقية يجب عليهم أن يستثمروا على كل المستويات، من مستوى الحكومة حتى القطاع الخاص. الجميع يجب أن يستثمر. نظرنا إلى المغرب ومصر، لديكم قدرة على استثمار جيدة، والنتائج نراها الآن. المغرب الآن استطاعت أن تحسم المركز الرابع في كأس العالم، استطاعوا أن البنية التحتية، الاستادات، الأكاديميات، كل شيء في المغرب. لديهم كل اللاعبين الأفضل، اللاعبين يأتون من الأكاديميات في المغرب. لذلك لا يوجد سحر، وإنما يجب علينا أن نستثمر في كرة القدم لنظهر بأفضل كرة قدم. جورج وايا كان آخر اللاعبين الأفارقة اللي خدوا أفضل لاعب في العالم، هل من الممكن أن نرى محمد صلاح، ساديو ماني، أوسيمين، أي من اللاعبين الأفارقة خلال الفترة القادمة؟ ولا بتعتقد أن هناك تحامل؟ البعض في أفريقيا يرى أن هناك تحامل على اللاعبين الأفارقة في هذا الأمر تحديدا. إذا سألتني، فمحمد صلاح كان قادرا هو على الفوز بأفضل لاعب في العالم منذ عدة سنوات. بالنسبة لي هو الأفضل في قارة أفريقيا. كما قلت أنا مشجع لليفربول، فبالتالي هو يؤدي بشكل رائع. كما رأينا أيضا اللاعبين كسامويل إيتو كان قادرا على الفوز بها، ديدي دروغبا كان قادرا، أوباميانغ أيضا أدى بشكل رائع في أوروبا، ولكن أيضا رأينا جورج ويا قد أدى بشكل مذهل على المستويات الدولية في أوروبا. ولكن نرى الآن لاعب من ساحل العاج، اللاعب الشاب يلعب في منتخب ساحل العاج الآن، ويلعب الآن في إنجلترا، أدينغرا. هو أيضا بالنسبة للسنغال لدينا صار يلعب في توتنهام هوتسبير، فبالتالي لدينا لاعبين رائعين لديهم القدرة على الظهور خلال السنوات القادمة. ولكن لسوء الحظ محمد صلاح، لا نرى محمد صلاح يعود ليكون أفضل لاعب في العالم، لأن مع الوقت هو يؤدي بشكل رائع، ولكن لدينا أيضا نحتاج للاعبين مثل ميسي ورونالدو. ولكن الآن لا يوجد اللاعبين في هذا المستوى مرة أخرى. محمد صلاح هو من أحد الأفضل في العالم، أحد أفضل ثلاث لاعبين في العالم. ربما بعد ميسي ورونالدو لدينا مسافة بعيدة عن أي لاعب ليصل لهذه المرتبة. ربما محمد صلاح سيكون الأفضل خلال الفترة القادمة في السنوات القادمة. طيب أخيرا كابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، كواحد من أساطير كرة القدم الإفريقية، عايز تقول له إيه؟ أولا أود أن أبارك له على هذه على هؤلاء اللاعبين الرائعين في النادي الأهلي. الأهلي الآن هو أحد أيقونات كرة القدم في إفريقيا. نعرف أن الأهلي هو نادي القرن الإفريقي. لتكون رئيسا لنادي القرن وتؤدي بشكل رائع، يجب أن يكون في أعلى مستوياته الإدارية. الأهلي هو البطل الأبرز لإفريقيا. لتكون رئيس أفضل نادي في إفريقيا هي مهمة خاصة وصعبة. أود أن أبارك له على هذا الأداء الرائع، ولكن أيضا أريد أهنئ إدارة النادي الأهلي
It's something that we cannot run away from. ولكن إدارة الأهلي لا تستطيع أن تهرب منها. تحب أن تعمل في أن ترى كيفية إدارة النادي الأهلي وترى كل القطاعات الخاصة بالنادي الأهلي وليس فقط كرة القدم. أريد أن أقابله بشكل شخصي خلال الأيام القادمة لأرى كيف يمكن أن نعقد شراكة مع النادي الأهلي ونعقد منصة شراكة على كل المستويات وكل القطاعات لنتعلم من الأفضل في إفريقيا. نحن مستعدون أن نتعاون مع الأهلي وأن نتعلم من الأهلي ومن رئيسه. أخيرا أيضا وجودك في مصر، زيارة مصر، المتحف، الأهرامات، دايما بنسأل هذا السؤال لأنه مصر مليئة بالأشياء الجميلة. هل زرت هذه الحاجات الحلوة اللي موجودة في مصر ولا لسه بقى ما تحركتش كتير؟ Yes, actually this نعم في الواقع أنا ذهبت هذا الصباح إلى الأهرامات الجيزة. كان لدي فرصة أن أزور الأهرامات وأن أرى شيء أيقوني في القاهرة. لا أستطيع أن أغادر القاهرة بدون زيارة الأهرامات، فبالتالي زرت الأهرامات وأنا أتطلع أيضا لزيارة المتحف المصري قبل أن أعود لبلادي. لذلك شكرا جزيلا على استضافتنا. مصر قد قدمت لنا الكثير وإن شاء الله سنؤدي مباراة جيدة أمام النادي الأهلي لنخلق مناخا جيدا لكرة القدم. لدينا أيضا الكثير بعض الجماهير القادمة من تنزانيا لتساعدنا في مصر، وأيضا بعض منهم في مصر كطلاب في جامعة الأزهر إنهم يعيشون ولديهم الكثير من الأنشطة في القاهرة. أنا دعوناهم لمشاهدة المباراة من ملعب المباراة، لذلك أتمنى الجميع أن يستمتع بهذه المباراة يوم الجمعة. أنا اللي بشكرك شكرا جزيلا، والحقيقة أنا سعيد جدا بهذه الانترفيو اللي احنا عملناه لأنه هيرسي واحد من الرؤساء الأندية وصغير في السن وعارف يتكلم، بيعمل يعني ما هو قادم للمستقبل بالنسبة للقارة الإفريقية وبالنسبة لتنزانيا. أعتقد أنه سيكون جيد بوجود هذا الرجل المحترم. الحقيقة أتمنى له طبعا التوفيق، ولكن إن شاء الله ربنا يكرمنا ونكسب إحنا يوم الجمعة إن شاء الله ونتصدر هذه ونتصدر هذه. ثانك يو فيري ماتش. شكرا جزيلا لكم. جزاك الله خير. جزاك الله كل خير. شكرا جزيلا هرسي علي سعيد، رئيس نادي يانج افريكانز ورئيس رابطه الانديه الافريقيه وعضو اللجنه التنفيذيه في الاتحاد الافريقي. بشكرك شكرا جزيلا على تواجدك معنا، شرفتنا ونورتنا. هنطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنستقبل كريم سعيد واحمد ثابت في ضيافه البيت الكبير.